هذه شفتها؟ هذه مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدي قناة تلفزيون قطر. أرحب فيكم في أولى حلقات برنامجنا المخلة. المخلة؟ مرحبا بكم ما شاء الله ترحيب المطر. الله يجملنا ان شاء الله في عيونكم، ومرحبا باخواني المتواجدين اليوم، شرفونا الله يشرف مقدارهم، ومرحبا بكم اخواني المشاهدين. اليوم عندنا مسابقات وفعاليات جميله. نعم. بس انا قبل ذا كله سمعت قبل شوي تقرا ابيات المؤسس الله يغفر له الشيخ جاسم ابن محمد بن ثاني، جعله الجنه. حن كعبه المظيوم الى ما وزابنا، نجيره ولا نرضى بغير رضاه، ولنا هضبه يا من بها من نجيره، على رغم من ضده ومن عاداه. ورفعت عنها الضيم لا رغبة بها، ولكن حماي الكل مصاب مصاب. طبعا مشاهدي الكرام راح أكون معاكم من اليوم لغاية 20 من الشهر إن شاء الله على تلفزيون قطر. راح نسولف مع الشباب المتواجدين معنا من الجمهور الحاضرين، وفي مسابقات على الهاتف إذا الله أراد، ونستقبل مشاعركم ومحبتكم للحكومة الرشيدة وللشعب القطري، وكذلك الإخوان المقيمين على هاتف البرنامج اللي راح يشوفونه على الشاشة. نعم. وطبعا في أسئلة للمشاهدين مقدمة تلفزيون قطر ب3000 ريال. صحيح. على السؤال ولازم توضح له قبل لا يختار، يطلب الاحتمالات، لأن في احتمالات عندك 15 ثانية. قبل لا تطلب الاحتمالات 3000، بعد ما تطلب تكون تغادي 2000 ريال. 2000. فأنت إذا شفت عيون سعيد تكبس اختار اللي أنت تبغى. زين، ها طبعا المخالي موجودة، وهذه ملة اللهم لك الحمد. خلنا نشرح له من الخير. خلنا نشرح له. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. بس نروي الجمهور. خلنا نعطيك. هذه عندي. خذيتها؟ حصلتها. تأخذت. جاءت الورقة شربها. زين، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أول هدية مقدمة، هو الشيء أبو عجان؟ شال ترمة. شال مقدمة من كشمير الشالات. كم سعرها؟ 1500 ريال. ويستاهل راعي المخلة. زين. وقطعة صوف بعد. هذه قطعة صوف. جاية طقم مع غترة. نعم، لونها بيج بعد. وهذا يشهدنا حق المقراص. هذا طال عمرك من بدع للسيوف والهدايا بال 200 ريال. هذا زرار ومكتوب عليه الواثق بالله. يا ليت يقرب عليها الزوم شوي. يا سلام. هذه من البدع. البدع طبعا يستاهلون والله منا الشكر والثناء. دائما سباقين بعيون حتى طيب. في بضاعتهم اللي عندهم. ايوه هذه طال عمرك من الصالون الازرق ب 2000 ريال تقريبا. حتى شم ما يحتاج واصل. زين اكلها في ذا المخلاه. لا اله الا الله. لا عاد فيها الخير كله، ترى كل واحده غير شكل. غير شكل. نعم. تغيرها. نعم. وهذه الهديه مقدمه من وين؟ من تميمه طبعا. كبون 650 ريال. الله يبيض وجهك. انا اللي قاعد احسبها الحين موجودين تقريبا حوالي 7000 8000 ريال. 8000 اقل هديه، اقل مخلاه فيها 8500 ريال. ويستاهلون. اللي بيجي بيحضر معنا انا. على رفقه ما يقعد عندنا واحده منها على الدكه. اذا هذا غير الكاش وغير المفاجات وغير الهدايا. ننوه انه في شيء ثاني. غير الدعم من الشركات اللي جاتنا الله يبيض وجيههم. ان شاء الله. ننوه طبعا للجمهور المتواجد معنا. إيه إيه. غير المخالي يمكن يفوز بمخلاه، وممكن بعد يفوز بزياده. طبعا ب 3000 ريال راح تكون فيها سحب في نهايه البرنامج على 5 متسابقين، منها 4 جوائز كاش، والجائزه الخامسه مقدمه من وين؟ مقدمه من لافيجو للجلاد والحمايه. الله يبيض وجيههم. طبعا لافيجو يستاهلون الشكر، الله يبيض وجيههم، دائما داعميننا في جميع المحافل، ولهم مقدمين بعض الهدايا القيمه جدا. وفي بعد زياده بعد الجمهور نقول لهم في بعد من ساعات المفتاح بيض الله وجيههم، وكذلك الجزيره العطور ما قصروا بيض الله وجيههم بعد الدعم.
وفيه جوائز كاش. بعد اشوف مدخل. الخير واجد على ما قال سمو الامير الله يحفظه. ابشروا بالعز والخير. ابشروا بالعز والخير، والخير واجد معكم لغايه ان شاء الله اليوم. هذه وش هي؟ هاي من تجوري، خلها هذه عقب. هذه اربع جوائز جاهزه كاش من قريب. وين هي؟ واللي يفوز معنا ننوه للجمهور، اللي يفوز معنا المتصلين يجي بكره بس مع البطاقه الشخصيه. الوصف عليك انت. إذا جيت كتارة يحتاج أقول قحفك ليم ولا دجاجك ليم؟ هذا وصف القانص. زين اسمع، أجي أقول لا إله الله محمد رسول الله، تعدى كتارة وأنت مشمل. نعم. يجيك آخر مدخل اللي يدخلك كتارة، تدخل يمين. نعم. إذا دخلت يمين كأنك رايح لأكبر هدية. موجودة الهدية الحمراء. الهدية الحمراء، تعداها وتخليها على يمناك ويجيك مبنى البرقع. نعم، برقع الطير. إي مبنى البرقع العود اللي هو على دجاجك ليمة. على دجاجك ليمة. حول من عندك. اللي لو وقف بك الخط، لو وقف بك الخط بتحصل لك شاشة كبيرة عندها شبات الكرك. حنا يسار الشاشة. أول ما تجون شاهي كركت عينه أبو عجام ماخذ شباتي وحليب زنجبيل. زين، إيش رأيك نحول على إخواننا الجمهور؟ صبر، أنت ما شرحت أنت. شرحتها، هذه أربع أسئلة كاش. ما فيها شيء ذي. لا ذي خلها، ذي اللي عجل عليها. خلها. طيب خلينا نرد الهدايا. حط الهدايا داخل. شيل الدش هذي. ما يحتاج. ترى. ناخذ أغراضنا. يلا خلينا ناخذ الشهر. يلا. خلنا نرتب ذي الحين وكثر الهدايا الله يبارك لهم. امين ويزيدهم ان شاء الله من فضله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شرب العز والخير. مشينا. سو خلنا ناخذ الاسئله. يلا. تليفون. لا اتصال. ما اتصال؟ رحب رحب. يلا يلا اتصال. نقول مرحبا. ما اتصال؟ الو؟ مرحبا. السلام عليكم. عليك السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. زين اختي، بس ممكن اختي تقصي على صوت التلفزيون؟ اذا امكن عشان ما يكون في صدى. ان شاء الله. الو، هلا اختي، من معانا؟ هاي تكلمك وهي تقهوى. من معانا؟ معك لولو. مرحبا لولو، منين تكلمين؟ من الدوحه لولو. اكلمك من مريخ. مرحبا. حي الوطن والشعب القطري بخير. اللهم وعلى راسهم سمو الامير الشيخ تميم بن حمد الثاني. امين، الله يحفظه يا رب العالمين ان شاء الله. امين. ان شاء الله. كيف شفت اجواء البرنامج حق المخلاع يا لولو؟ لا وايد روعة، وايد وايد حلو. الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا يوم قالت مريخ، أنا مواليد مريخ. مرحبا والله بمريخ وطالي مريخ. أهلين. هلا والله. هلا أخوي لولو. كيف عرفت عن طريقة البرنامج أو متى وقته؟ شفته في التلفزيون أن حاطين الوقت الساعة 10. شفتي الإعلان قبل؟ شايفته؟ أيوة أيوة شايفة الإعلان. أيوة. زين، حلا ما نبي نضيع عليه الوقت ولا نبي نطول على الجمهور، بنعطي السؤال من الكنترول وان شاء الله يكون سهل. اشرح لها اشرح لها. اذا ما طلبت اختيارات 3000 ريال. ان شاء الله ما تطلبي اختيارات. ان شاء الله تطلبي اختيارات. السؤال عندي. زين سؤالها، ما هي اللوهة؟ اللوهة هي حيوان او طير. كفو. حددي حددي. طير بحري. قالت طير بحري يشبه البطة. قالت انا سمعتها. تستاهلين يا لولو 3000 ريال. فازت معنا ب 3000 ريال. مقدمة من تمزوق قطر. يقول ألف مبروك. ألف مبروك. تستاهلين. شكرا شكرا. تستاهلين. حول يا مرحبا. أنا كني أشوف لي قرانيش. وينهم؟ طبعا أنا لازم أوضح. موجود. أوضح معنى قرانيش. نعم. قرانيش هم يعني الطيور اللي قدها كبيرة في السن. صحيح. الطيور الكبار. صحيح. اللي كفوفها صفر. صحيح. وخشومها صفر. وقدها اختصاصك هذا. إيه وقدها لايفاتها الشمس لو. دار على هالوقت. عندك أنت تختار واحد وأنا بختار واحد. عندنا لعبة لكن ما نبغى نصرح وش اللعبة. لا ناخذ اتصال. بعد؟ مرحبا. ما اتصال. عندك مرحبا. أنت تستقبل. عندك أنت. عندي؟ ألو؟ 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 مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. عساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور. يا مرحبا ومسهلا. ليش تعرفنا باسمك؟ عساك طيبين. الله يطول عمرك. معك علي المري. ونعم مرحبا يا علي. من وين يا علي؟ من أبو الحيران نبدأ. يا مرحبا ومسهلا. فداك عداك. بغينا توصف لنا مشاعرك في هذا اليوم الوطني وهذه الاحتفالية. مشاعري يطول العمر. مشاعري في اليوم الوطني يطول العمر. جعل ربي يدومنا على المعزة إن شاء الله. اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. جعل ربي يرزقك الفرق شاهين يفتح صدره. ما سمعنا. جعل ربي يرزقك الفرق شاهين. اللهم آمين. اللهم خلاص فاز بمخله. لا ما يصير. ما يطول. عطنا شوط. ما هو خليك ركز معي. ما هو الكشاط يا اخي؟ هذا راعي طير. ما هو بعرف الكشاط وش. والله اني صادق. اعطوه سؤال. ما هو الوقت ما هو الكشاط؟
أنا بعطيك اختيارات على طول. اطلب اختيارات، اطلب طلب اختيارات. المركب الصغير ولا مركب الكبار ولا أداة غوص؟ وين؟ واحد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ واحد واحد. بعدي بعدي. ثبت له ثبت له. يستاهل يستاهل. مبروك مبروك. خلنا 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 خلنا. لا لا يقول تكفى. خلنا خلنا. عاجز من شله. أي علي. يلا توكل. ما اشتغل؟ لا ما اشتغل. نقول له ألف مبروك. يستاهل علي المري. فاز معنا 3000 ريال مقدمة من تزويد. جعل فيه العافية. يستاهل. خير مقبل. بشروب الخير. هذا مرة. زين أنت ما نم تأخذ من القرنش. ها؟ ما نم تأخذ من القرنش. أنت تشوف جيديك. تشوفه ولا ما تشوفه؟ هي والله إني أشوف شخصية. إعلامية مميزة. في شخصيات حلوة اليوم. ها. بيض الله وجيههم. جدا. لبوا الدعوة وجوانا اليوم. مرحبا. وسوينا دعم للبرنامج. دعوة مفتوحة للجميع. الجميع. والدعوة مش خاصة، الدعوة للناس كلها طبعا يجونا وبرك الساعات، لكن ظل أخواننا غالين ونفرح بشوفتهم. موجودين معنا اليوم أخوي محمد العبد الله. خلنا نقلط عندهم. نو سيجنال. يستاهل. أخوي أحمد القحطاني. مرحبا. جار الله والرب الموجودين كلهم. مرحبا بكم وسهلا. السلام عليكم. يمين يمين. عندك؟ لا والله ما راح قدام. روح. روح. تفضل يبه تفضل يبه. سلام عليك. يا مرحب. استريح. كان قاعد مسلم عليك وانت قاعد. مرحب. مرحبا. مرحبا. حياك الله. مرحبا. حياكم الله. يا مرحبتي. مرحب. حياكم الله. يا هلا يا هلا. يا مرحب. هلا خشمك. مرحب. مرحب. تكي في الذيب يا البيت. يا مرحبا. هلا. مرحبا. مرحبا. يلا حيه. يا مرحبا. هلا هلا بالذيب. مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. هلا هلا. مرحبا. مرحبا. حياكم الله. يا مرحبا. استريح. ابو عوجان. هلا. لا عشان ناخذ الوقت. اي علشان الوقت. إيه. ناخذ ابو عبد الله. انت تستلم ابو عبد الله وانت عندك ابو انا حالي. استلم القرينش. تعال والله ما تروح. تعال والله ما تروح. انت يا مشير انا ادور لك دواره. حياك حياك. تعال تعال تعال. تعال. طبعا ابو عبد الله غني على التعريف. اخوي محمد عبد الله الدوسري احد نجوم السوشيال ميديا المعروفين في قطر. ونرحب فيك ابو عبد الله في برنامج الخلاه. اسمه نو سيجنال. اعلاميا اعلاميا نو سيجنال. نعم. ومعنا كذلك اخوي. نتشرف ان يكون احد ضيوف البرنامج. نتشرف نتشرف. جو نتشرف جو جو نتشرف. جو هذا هذا لك. هذا لك. مسك عندك يا ابو عبد الله. مايكك ابو عبد الله. متعود. لا 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 تعود على السلام من فوق. ها لا ترى عندي بعد نجم موجود. حمد. حمد ارفع المايك. ارفع المايك. خلني اقول لك شيء. لبيك. عندي نجم موجود. شوف هناك. شوف هناك عليه بشت. سعيدكم تخلص معنا. يا مرحبا. سعيدكم. يا مرحبا. يا مرحبا. احد النجوم جاي نجوم جايك الدور. جايك الدور ابو غالي. جايك الدور. طبعا طبعا انت عرفت بنو سيجنال. انا ابقى اعرف بالقرينيش. ناس واجد ما يعرفون. قرب المايك منك. انا ادري انك ما تعرف تحكي اصلا. ارفع المايك. ارفع قريب. يا مرحبا بك اخوي احمد القحطاني. طبعا هذا زميل واخو الله يطول عمره. لكن اليوم هنا الميدان يا احمد ما في جميل ولا في اخو. اخو هنا دعوة فيها مخلاه. فيها مخلاه وفيها جائزه. نعم احمد يا احمد. تكفى يا ابو حمد. العب روحك. ابو عبد الله والله اني قد لعبت انا وياه في مريخ حافين. الرجال هذا كان يشو شوي تبوس. نعم. كان يجيب الاضواء. لا جرى الله. لا لا جرى الله عندي له مشابهه. انزل انزل. يلا يلا ما في وقت. ما في وقت. يلا 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 10 امتار. ابو عبد الله تاكد ان انت واحمد الحطاني مجرد تواجدكم دعم. نقول على الجول 10 امتار. بعطيهم اقوى كوره. 10 امتار تحسب لي اياها. انت عطى لي وتر. سمعني سمعني. عطى عطى عطى. سمعني. هي شوتة واحدة بس. لا لا ثلاث ثلاث. اثنين ثلاثة. عبد الله مش جوتي. خمسة ستة سبعة ثمانية. لازم أصل. رجل المحلفي الله يكفينا الشر. وصل إلى الشمال. ما وصل عشر. تعال هنا هنا. قرب للربع يفوز. بس بس هنا هنا. من الحارس. ها. آسف آسف. دور 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 دور. يلا دور دور. لا لا من غير معك. لا دور دور. اختار لك زاوية. هي هي. تحسب لي شوت الجول فاضي. لا. روح روح. تعال أبغيك. تعال أبغيك أبغيك. ثلاث. ابو حمد تكفى. تكفى ابو حمد. تكفى يا سنايدي. تكفى يا عجوتي. الشوطه مو بالقوه ترى مش السله. تكفى. اي بشوي شوي الشوطه على خفيف. هذا فريق مرمي وهذا فريق الشمال. تخرك زاويه. ابو حمد بس انت تقول كذا. لا. ها. اي 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 صبر 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 صبر. ابو عبد الله بوز ما فيه. ها. انت رجال مشهور في التقاط الزوايا في التصوير. اي اي. الحين هي ما بتصير. هاي جول. هذا رياني بعد. يلا صبر صبر. زاوية 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 زاوية. يقول لا بشوي شوي شوي شوي. لا لا عادي. هذه برا. هذه برا. هذه برا. الأولى برا. هذه ثانية ثانية ثانية. يلا بسرعة ما في وقت ما في وقت. عندنا بطولة إيش اسمه مسابقات واجد. يلا يلا يلا. زاوية. والله ما يصدها. وين أبو حمد؟ وين أبو حمد؟ يستاهل صفقة يا جمهور. يستاهل يستاهل. عطى
يلا سمر الرحمن سمر الرحمن يمين بيفوز ما سقنا يمين 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 ها ها صدق الله يلا يلا تعال تعال دول يلا يلا تعال دول يلا ابو حمد ابو حمد اي جاب جول جاب جول واحد جايينك جايينك ابو حمد والله كفو سعيد كو كان شات بوز وحافي كان بصخ الله يعزك الجود هذا هو نفس هذا هذا لحظة لحظة لا هو بزاوية 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 تعال تعال ايه خلينا نشيل منه الحصى صبر ايه شوف يوقيه الرجال ها يبيه يفوز بعدي لا 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 وينك راح بعيد وينك راح بعيد نكرر لا تشوت هو بس محمد 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 تخيل لا 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 شوف بالله شوي شوي يلا شوت محمد والله شويت يا رجال اشكرك ابو حمد ما شات ما شات لا لا شيء لا 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 شيء لا بس عزاء خد زاويه لا تخرب على لاعبي الله يرحم والديك تعال هنا تعال عبد الله شوت شوت زاويه 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 ها ابعد باقي واحده اي غش باقي واحده لا ما يصير يا اخي باقي واحده لا قرب قرب احمد اذا جبتها تعادلنا مع الريجي تكفى يا ابو حمد انا تعصب عبد الله ابو عبد الله صدر عبد الله سلام يا عليك سلام سلام فاز سلام فاز فريقي نو سيجنال يستاهل بطل الله خالقك بطل يستاهل صبر يستاهل لكن والله يده الظاهر انها وجعت افتر 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 ابو حمد خذ خذ المايك جعل اعمالك طوال ما قصرت زين ابو حمد احنا نبغيك تغني لنا حاضرين زين انت الحين نبي نتكلم منكم توجهون الحكومه الرشيده عندنا منكم لاحتفاليه اليوم الوطني قول الله يطول الله يحفظني شفتي محمد الثاني وسيدي الامير الوالد الله يحفظه ويطول اعماره اللهم امين ونقول كل عام وانتم بخير الله يجمعنا دائما امين اللهم امين امين اللهم امين 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 يصير ما تخلون احمد يحكي لا لا الله يطول اعماره خليهم لنا ان شاء الله اللهم امين في ظلهم اللهم امين الخير اللي احنا فيه كله هذا من بركاتهم عز الله ما لنا فخر ابد بيض الله وجهكم خدمتهم اليوم ودوم تفضلوا على الدكه خلينا نكمل مسابقاتنا هديه الرجال وين؟ ايه لا لا ترى ترى باقي جوائز بس ناخذ يلا يلا طبعا فيه الجوائز اللي لسه في النهائي فيها 3000 ريال ان شاء الله تغدي حق المتابعين اي نعم المتابعين يخليها كفو كفو يستاهلون المتابعين امشي بس عدل جعل عمرك طويل جابت مرحبا ومسهلا مرحبا شيد بلش تني بذا الايباد اللي ما عاد يشتغل اللي عندي انا ما اشتغل انت الحين حركت ما ظهرت لعبتها ليت انا انت عبث انت تسوي كذا انت انت تعبت فيه صح؟ زين شن يعني انك تعرفه والله ما تعرفه انا اللي عندي حملته اي انك ما تعرف له انا رجع رجع تعال تعال سير كنا كنا نبغى كنترول يا شباب وين اروح يا بس يا ريت بس تضبطون اللابتوب خلنا ندخل النت يمكن يشتغل الحلو اللابتوب ها الايباد هذا اعطني اي ابشر به ابشر به اشتغل عيت بعدي ها بعدي هيا هذا راح ما هو الكشاط ايه راح هيا. ايه انا المعرش اذا تهدد عليه من ظهر عندك يا مرحبا السلام عليكم ورحمه الله عندك لا بل السلام عليكم مرحبا ومسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يلا حيهم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا حياكم الله مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا تي هلا مرحبا مرحبا حياكم الله مرحبا 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 هلا يا هلا يا هلا يا هلا هلا انتم الخير والبركه مرحبا مرحبا مسهلا هلا مرحبا والله اني صادق يا هلا ساخ طيب مرحبا يلا حيوا يلا حي طيبين يا مرحبا يا مرحبا حط لي مكان حط لي مكان يا مرحبا انا ماني شايفك هذا شخصية إعلامية مشهورة ونعم أبرك الساعات أطالب الضحكة أنا إخوانا كلهم موجودين يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكم شريح اسمك تون شريح سعد الهاجري ونعم ونعم حظي طيب نعم ونعم تستاهل مبارك تستاهل وين حظي طيب؟ خالصين عط عط ادخل بالمايك خذ روح ما يحتاج ليه تعرفنا باسمك؟ حمد بن حفيظ النابس ونعم ما عليك زول واسمك السناب شات وش؟ حميد الأصل هذا النكنيم خلاص هو متعرف عليه أول شيء نشكرك على على
على تغطياتك وعلى وقفتك من دون بلادك وعلى علومك الطيبة. الله يبيض وجهك. مع أنك بعض المرات الله يكفينا الشر. الله الله. لا ما عليه ما عليه. ما يشتغل هند بريك. لا هي حالاتها كذا أصلاً. تقبل تقبل. هو جاي العمر الطويل وما يسمع. هو وكل إخواننا وحتى أخواتنا وحتى هن اللي كلهم في وسائل السوشيال ميديا كلهم بيض الله وجيهم. وجهكم. كلهم نحن نمر عليهم نسلم عليهم نشكرهم. ما نوفيهم حقهم. نعم. وانت وجهك ابيض ان شاء الله اول وثاني وجهك ابيض وجهك اللي على حضورك في برنامجنا المقهى. وجهك فديت خشمك وجهك. زين انا بدي بما انها صار واحد فينا سن. ايه. انا ابدي انك تبدي في السؤال. الله يرفع قدرك. مرحبا يا سعد. سعد ايش حاب تقول حلقة طار؟ ايهم يسمعونك لا تشاورني. لا لا ربي يطول اعمارهم. عط المايك ابو عجان. ويحفظهم ويحفظ الشيوخ. اللهم امين. والشيخ تميم وشيخ الوالد حمد طول عمارهم ويحفظهم ان شاء الله ويعز البلاد ولا يعز عليهم هذا اللي بقوله طاب امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين عندي عندك سؤال اي عندي سؤال خلهم يحدثون ما بعجاني ما عادني هو قشط زين انا بعطي سؤال من عندي زين توكل بعود على المخلاه الانتخاب ذيك اللي بعود على الخدج اللي من الطرف اللي توكل بالله ايش رايك تو نقوم احنا وياه لا لا اللي عند شفت التكايه اي اليمين التكايه ايه اوكي اللي في الاوراق ذيك من قريب جاهزه جاهز ها بروح اجيبها بجيب لا لا تبك بك في العباره والله انت اشعل الله الله تم انا بروح اجيبها لا 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 بروح اجيبها الاول جاء الامر طويل بدون سؤال بدون جاء الامر طويل سعد ابيك تذكر لي اربع مناطق في قطر ابي منطقه في الشمال منطقه في الجنوب ومنطقه في الشرق ومنطقه في الغرب المنطقة في الشمال الرويس 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 والخور واللي والريان و لا 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 تعطي انا ابي منطقة الحين في الشمال قلت ليش؟ صبر صبر الرويس العود شكها كلها شك لا شمال جنوب لا حاول مرة الرويس شمال ابي جنوب جنوب ايه الوكرة الوكرة اعطني قبلة قبلة؟ ايه قبلة الكرعانة قبلة الكرعانة اعطني شرق شرق شرق؟ ايه شرق قطر على الحنبي الحنبي على الشرق تستاهل هذه جائزة مقدمة تلفزيون قطر كاش 1500 ريال ونقول لك ألف مبروك وتستاهله تستاهل هذا من قريب ما يبي لها لا سالفة ولا غير ايه وفوق هذا كله في عندنا سحب النهائي إذا الله أراد نهاية البرنامج على خمس جوائز وإن شاء الله يكون فالك منها إن شاء الله بإذن الله تعالى 3000 ريال أول حماية اللي عند من إخواننا من شركة لافيجو لافيجو أعطي سؤالك الرب اللي عندك هذه هنا ورقة جاهزة أنا بأسألك عن البحر سلامي والله عليه عدد لي خمس أنواع من السمك ما فيها صافي ولا فيها هامور غش 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 واحدة قال لك سعد كان قلها سعد يلا قال لك كنعد واحدة يلا كنعد ايوه باقي بعدي ايوه باقي ثلاث شعري مو شعري 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 لا تسوي لا تقول شعري وملعقة على ما قال الفريش الله يذكره ربيان بعدي هي من السمك باقي واحدة باقي واحدة لا لا والله انا فاز خلاص تم تم تستاهل هذه جائزة مقدمة تمشي قطر تستاهل اقول لك المبروك قال ربيان قالوا من ربيان الله يبيض وجهكم الله لا يهينكم استريح لا انت لا انت الله لا يهينكم وابشروا بالعز والخير ان شاء الله كنترول تقول لي بس مش المسابقه الجايه اللي عندنا انا كاني اشوف لي مسجل بدوي هناك انزين ايش رايك ناخذ اتصال تكفى لا ما في اتصال لا ايش رايك ناخذ بريك مع الجمهور ايش رايك وانا اذا جاء البريك نجهز جمهورنا جاهز شفت الله يحبني ما سمعت صوته هنا لا جاني اتصال احس مسج هذا ما جاء ما طالب تقول له قول له مرحبا شفت جاء اتصال الحين أول شيء رح خب 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 وراح أسمع مرحبتين من معانا معانا اتصال ألو مرحبا السلام عليكم عليك السلام والرحمة كيف الحال وين شكو مهدي ها قل تخب جامد علينا كده ما مهدي ها طيب طيب جعلك طيب من معي الله يسلمك معك سيف العيبي الله يسلمك ومرحبا يا سيف مرحبا ومسلا من يتكلمني بالدوحة سيف سيف منطقة نعيم مرحبا بك ونعم في نعيم كلهم الله يرحبك وعليك زود وش حاب تقول في هاليوم يا سيف والله أهلي سمو الأمير الشيخ تميم وأهلي سمو الأمير الوالد باليوم الوطني وأهلي الشعب القطري الكريم
بيض الله وجهك. الله يبيض الله وجهك. أرب وراك جمهور يشجعونك يصفقون لك. لا والله بروحي قاعد. إن شاء الله إن الله معك إن شاء الله إنك تفوز معنا. حنا اللي بنصفق لك. يلا. بس نعطيك سؤال من الكنترول. جاهز السؤال؟ إي بالله جاهز عندي. ترى سيف السؤال إذا حليته على طول تأخذ عليه 3000. وسهل. وإذا نطرت سهل. أو قلت عليه احتمالات بيصير 2000 ريال وإن شاء الله تحلها من غير احتمالات. اقرأ يا سعيد. يقول لك ما هي اللعبة الشعبية؟ ها؟ اللي تشبه المصارعة الرومانية. ما هي اللعبة الشعبية التي تشبه المصارعة الرومانية؟ الرومانية. جود الرجال ها؟ المصارعة. عادي كفو سلام والله تستاهل صفقة. والله تستاهل. والله. تستاهل 3000 ريال مقدمة من جو قطر. بس شلون عرفته؟ بنقابل. مشكور على مشاركتك. بيض الله وجهك. ناخذ فاصل. عندنا فاصل. مع الجمهور. وراجعين لكم لا تروحون بعيد خليكم على التلفزيون تقهوة خليكم قريب من الشاشة لا تبعدوا. الأسئلة اللي قبل شوي. الأسئلة اللي قبل شوي. رقم السري تعرفه؟ لا. ما تعرفه؟ ما سر حطت فيه رقم سري. أكيد. شرط إنه 1 2 3 4. لا. سهل. هل على الهواء؟ طبعاً مشاهدينا الكرام رجعناكم في برنامجنا في كتارة في مخيمنا في المخلاء قاعد يقطع معي. يقطع معك؟ رجعت. أجل بشر الخير. بشر الخير. نعم. زين نروح خيمة الصفراء. أنا بروح الصفراء. الصفراء. يلا. حياك. نروح خيمة الصفراء. طبعاً لا تعلم لعبتنا وش؟ عندك مسابقة جاهزة؟ نختارنا 4 متسابقين نبغي. 4. بناخذ 2 من هنا وبناخذ 2 من هنا. السلام عليكم. مساكم الله بخير. وش حالك وعساكم طيبين؟ الله يمسيكم بالخير. الله يجزيكم الحضور. ولا أنتم. بعوجان. المسابقة اللي عندنا يبيها شباب صغار. اختار 2 هنا وأنا بختار 2 هنا. يبيها شباب صغار. فريقي يا فريقي تكفون إخوان. السلام عليكم. عندنا لا وفيه لياقة. ملي منكم نشيط. جاهز؟ تعال. يكسر تيب. جاهز؟ مكسور شيء في شيء حياك ها حيا خير انا حمد جهز عندي 2 ما شاء الله كان حياك تعال اخاف يفوزون ريجي ظله يلا ها اخاف يفوزون علي رفق انك مغلوب حياك اكيد مو فايزين بعدي حي والله ذا الحجاج بعدي تعال يلا. حياك تعال حياك تعالوا نبغيكم نشرح لكم اللعبه وش تعال. تعصب ما في كشخه هنا ما بكشخه يلا تعال. يلعبون 4 اشخاص ناخذ اسماءهم الحين وبنعرف بهم تعالوا كلكم هنا شباب تعالوا خلني احط ذا دقيقه تعالوا هنا تعطيني اسمك ولا تهون محمد بن عبد الله الزهبي ونعم معك خالد بن عبد الله الزهبي ونعم عندك يا حمد تعرفني باسمك مروان العنسي مروان العنسي ونعم تعرفني ابو حفيظ مري ونعم يا ابو حفيظ حفيظ تعصب وانت تعصب اي خليكم جاهزين ترى احنا رايحين الشتيهن زين عرفت اللعبه عرفت اللعبة وشي؟ زين أنا اللي بعلمكم عشان الجمهور عشان الجمهور طبعا جمهورنا الكريم المسابقة نربط واحدة من رجيلهم اللي هو يبغي اليمين واليسار ونقطة البداية تكون من عند أخوي سعيد عوجان من الخط الأبيض إلى الخط الأبيض ذاك على رجل واحدة اللي يوصل له مخلاة مقدمة من برنامج المخلاة شوف ترى أنا اخترتك أنت وياه ما أنتوا بربع الميدان يا حميدان يا حميدان يلا وأنا اللي بربطكم يا حميدان يلا
زي تعلم تربطها بطريقتك تبغى رجلك اليمين ولا اليسار؟ عمرك يسار يلا عقل تعال على كتفي اثنين رجلك كذا ثوبك اربط رجلك على كيفك على كيفك ايش تبغي؟ تبغي ثوبك ما تبغي؟ يلا هيا يعرفون؟ يعرفون ما شاء الله كان جربيها العيال هاك ها يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا اول شيء رحب رحب اخونا سعيدكو احد الشخصيات الاعلاميه هات اخوي ابو غانم مساك ولد حلاوك حبيبي شلونك؟ طيب مساك طيب تقول لي شجع من انت الحين؟ بارب هم ثلاثه ثلاثه بربطها بربطها انا انا لك علي ما والله انا برشح ذاك بنظاره بنظاره اخف واحد فيهم العنسي اخف واحد تبغي مين تشجيع بس انا ابغى اتاكد على الربطه عقب بشجع اتاكد كلهم ايه كل واحد من مرخي على رجله ها تعال دور حياك تعال ابو غانم تعال حياك ابو غانم حكي لك رجاء قد عقل لها قد عقل لها حشوان ها ها ما رصيت عليه لا توجع لا ما ابغى نوجع بس 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 يا شيخ ايه سعيد سعيد تعال في جنبه علشان عشان اي حط الكوت عندك مشكله يلا تعال حط الكوت امورك طيبه ابصخ النعال ابيك تركيز ايه تاكد من مكان نظارتك بتطيح ساعات تنقز نقزتين بس شبقتك حطها في اخبك يلا 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 ابو عجاز جاهزين جاهزين بس خل جاهز 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 سعيد مالي 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 اكل مايك عشان ما يعسل عشان ما يعسل يلا استلم انا عند خط النهايه متابعينا من خلف الشاشات والموجودين يا شباب اربط 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 لا تبغى تحط كوتك عادي حط كوتك وانت وانت ما بعد سعيد مضبط روحك جاهزين وانت ها تفضل تحت كذا تعال شوف نفس اخوك بالضبط لا كل واحد بروحه انا بنشجع كل واحد بروحه حلو تعال هذاك والله ابو ثوب بني ما ظنيتي لا 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 الله يعينك بلا زياده بلا زياده ابو غانم ولا انت شو رجلك ابو غانم اشاره تبغى تشوف جمهور زياده ايه تاكدين من رجلك جمهور ترشيحاتكم على من والله انا اخيها ترى لا لا هذا الثياب البيض ابو عجال اللي 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 بتمس رجله الارض بيكون الخسران ها شباب يمكن تمسها غصب شباب اللي تبطل غترته من رجله تراه خسران ما يفوز معنا اي تمسكها بيدك عادي تاكد يا شباب اللي بتنفك رجله هو الخسران بيدك عشان عشان ما عليه انا اقول لك اذا انفكت رجلك انت الخسران بعدين بس روحه واحده هي روحه واحده بس روحه واحده عندي خط النهايه ابو عجاز طيب اصبر تعال خليك هنا قدام تعال قدام اصبر اصبر ايش قاعد ايش قاعد ايش قاعد ايش قاعد ايش قاعد ليه بس ايش قاعد بس بس ايه طبعا الاول يضرب يدي ها يلا جاهزين الاول يضرب يدي جاهزين لحظه شوف لحظه لحظه عندك عندك يقول لك ذي بتطيح امسكها 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 بيدك امسكها بيدك امسكها بيدك امسكها بيدك خليك ماسكها خذ المايك خذ المايك تون يلا يلا واحد اثنين ثلاثة روح روح رح رح بعدي عنسي بعدي بعدي رح الزابي وين بعدي سلم 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 الأول الأول والله ما فيك حيلة لا حق دبر لا 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 اللي رشحته يا أبو جميلة نعم بس قايل لك من وزنه تستاهل تستاهل وين تستاهل يا خلي تستاهل عيد عيد على البطيء عيد على البطيء الحين خلينا نشوف عط البطيء عط البطيء لا لا شف شف وين لا ما قطع الخط الحين لا لا شف لا لا يا حبيبي لا لا كنسل يعني فاز يستاهل كفو يستاهل مبروك هذا لجنه التحكيم وزوجك وعدوه بالمقي ما قصرت يا شباب يستاهل تعالوا هنا شوي تعالوا بيض الله وجهكم اقول لكم ابو حظين ما في حيل يلا 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 ما قصرت يا شباب راح اجيب لكم المخلة تعالوا هنا بيجيكم المخلة الان لا انت لا انت الله يعطيك العافيه يلا يا الربع انا تخيل احمد اللي حطك حياك حياك يا بطل حياك 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 تعال يا بطل بيض الله وجهكم وفي سحب ان شاء الله على النهائي وان شاء الله مبارك باذن الله تعالى لا انت شكرا لا انت استاهل ناموس استاهل مبروك استاهل استاهل الله اكبر اسمع 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 عط المايك عط المايك عط المايك اقول ناموس هديه لاهل الشحنين في الريس يا سلام عليك يستاهلون دام هل الشحنين هالنواميس طالب القرانيش هالشحانيه حضرون علمنا ايش اسمك معك خالد بن عبد الله الزعبي الحسن المري ونعم ونعم كفو كفو تستاهل الف مبروك تستاهل ابشر بخير ان شاء الله الله يوفقنا ويوفقك ما قصر صراحه ما قصر فيك شده انت الرطبه فيك شده طبعا ولا الهديه طبعا المخلاه اللي قلنا طبعا مقدمه من كشمير شرحناها قبل شوي ومن طبعا المفتاح للساعات
ومن صول الازرق ومن جزيره العطور ومن البدع للسيوف كلها اله الا الله حق صلى على النبي اللهم صل وسلم ها اللهم صل وسلم على هاي كلها طبعا وعندنا بعد اللي هو تميمه قبيض الله وجيههم فيها مسابيح وفيها مسابيح فيها سواع وفيها سواع وفيها قطع شال وقطع صوف فيها زرار الواثق بال ايه ايه زين عاد باقي عاد باقي ايش عندنا ايش عندنا يا الله لعبة الأسهم شفت اللي أنت تقطها وأنا كنت وراي 10 أمتار وتصيد نبي نشوف تم ناخذ لنا اثنين من الكبار الشباب أخذ القرانيش الكبار القرانيش الكبار اللي يشوفهم ردي ما يلعب ما, ما, ما ركز تعال خلينا ناخذ يلا تعال أنا أشوف هناك واحد لابس بني زين وخلنا ناخذ أبو عصا أبو عصا يلا يقول لي أنا مكسر ما أقدر ألعب يلا تم ناخذ اللي بيقدر عليها اللي بيقدر عليها حياك أعطني واحد ثاني اللي لابس ديري بني تفضل شيخ انت لا تشد ايه زين تعال شيخ زين حياك الله تعال يا مرحبا يا مرحبا لعبتنا طبعا حياك الله لعبتنا حياك الله يا مرحبا لعبتنا اللي هي الاسهم كلهم شافوها اتوقع لك سهمين كل واحد ايه. اللي بيجيب لي رغم وصل دائره هو اللي يكون فايز معنا اعطيكم مثال بس خلوهم قريب عشان نجيبها من قريب عشان نجيبها تامر تعطي اسم فيتون عبد الله بن راشد عبد الله بن راشد ها ابو راشد عبد الهادي علي بن هادي علي بن هادي ابو هادي حياكم اختاروا الكاميراتكم وراكم حياكم عشان تعرفون انه بس معكم ما يبغون لا كذا طرش علينا سعيدكم الكاميرات ابو غانم وين عند ابو غانم خذها ما عندي مشكله هذا عندي حط المايك بينهم نعيدها مره ثانيه لهم يلا كل واحد له سهمين واللي بيجيبه من داخل الدائرة هو اللي راح يكون هو يكون الفايز معنا فايز من المخلة إيه ما علي بن هادي صحيح صحيح عبد الله بن راشد وعبد الله بن راشد ونعمكم كلكم وفالكم الفوز بإذن الله تعالى يلا نبتدي كم المسافة تكون أبو عجان عندك من هنا طبعا مثل ما حسبنا هذاك اليوم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بس هنا عندك إيه بس الخط هذا الخط هنا يلا أبو راشد حاول إنك تجيبها في الدائرة جيب لي المايك من عند سعيد المايك لحظة هونك شو بس خلينا نجيبها بغال المايك عندك المايك عندي اعطني على التليفون ما ودي معي المخيم ولا شيء لا مو بكسب هذا عهده لا يلا جاهزين كنترول لا 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 ما يصير اذا كنا لا لازم يصفر سعيد حظه طيب ها تبغيها كذا ولا تبغيها كذا هي كذا كانت كذا ضبط لحظة انت ما شجعت ها ما شجعت يا ابو حظي يلا تعال تعال دور يلا تعال دور لا وشو الخط حسن الاجول لازم لازم تركز عدل يعني زين زين يلا واحد اثنين لحظه اوكي يلا واحد اثنين ثلاثه هذه برا الله سترك شطف ما عليه راح اثنتين ذكرتني برميه واحد من الربع كلها اثنتين برا الاشوه المشتت خويه خلينا نشوف بهادي صبر 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 يلا بهادي تكفى فريقي فريقي يا فريقي يلا يا ابو هادي انت حسن واثق يا حبيبي اكيد انا مشجع باذن الله هي في الخشبه ولا في اي في الخشبه ان شاء الله اكيد زي يلا يتحرش في ايش اسمه يلا روح واحد اثنين ثلاثه روح يا سلام عليك ما شاء يا سلام عليك غششين انت استاهل غششتينا استاهل وعد الاهلي 12 قدام خلصت الف الف مبروك لا علي بن هادي استاهل الفوز خلنا نروح اجيب هديته خل لا انت وقف لا انت وقف سعيد شاف هذا وانا مغمض شاف ها برا والله مغمض برا يلا صبر لا تروح والله ما تروح انت ذا اللي هو يستقوي الحين مستقوي عليهم مستقوي وقف تعال دمك وقف انت اللي تصور عباد الله ايوه صبر وتعطي تعليمات صبر خلنا نكرم تعليمات قلت ايش قايله خلنا نكرم الفايز اول مره بعجان بعجان كرم الفايز رد لنا تستاهل ابو هادي تستاهل خلنا نرويك هداياك يلا انا بطلع وانت تشرح يلا هذه من كشمير للشالات وهذه هاي ساعه من المفتاح هذه ساعه من المفتاح بس روني على تون قيمتها 2500 ريال ويستاهل ابو هادي يستاهل وقطره الشال ب 1500 ريال يستاهل وعندي هنا بعد هذا الزرار من بدع السيوف وعندنا عطرات من صالون الازرق ومن جزيرة العطور صبر هذا صالون الازرق نعم وهذا جزيرة العطور وهذا المسبح من بدع السيوف
روحه نعم لها فخامه ويستاهل ابو هذا بيض الله وجهكم هذه عطوره والشكر لله والتلفزيون قطر بيض الله وجهه الحمد لله بيض الله وجهه الغايمين يا برنامج جال عمرك طول عمرك تستاهل الخلاف تدري لو جينا كل يوم تفوز ان شاء الله وشوي في حكم وشوي في حكم يا هالقطر وانتم لا تاخذ مايكنا سعدو قال نعطيك المايك الله يعافيك تستاهل وجهك الله يحفظك مشكور ابو غانم ابو غانم تعال كاميراتنا كلكم تعال طيب خلينا نتكلم اول مره انا اول مره اجرب زين لحظه خلينا نتكلم تعال حمد طبعا اخوي ابو غانم سعيد الزكيبه مشهور بالسوشيال ميديا ونجم من نجوم السوشيال في قطر وغني عن التعريف وبيض الله وجهه جاء وحضر معنا البرنامج من ظهره هو موجود نعم والله فكره البرنامج من سمعت بها ويعني شباب في عزبتهم شيء وناسه وشيء يشرح النفس حتى الشباب انا قبل شوي اسالهم هناك تبغى تشارك كذا قال لي انا جاي كذا يعني مبسوط ابغى اتفرج وصديق اللي جاء معي ساندا يقول لك لا انا ابغى اكون كذا متفرج احب الفكره للعلم ان هذا الولد يلا نجره من المخيم جر نعم حتى ما يحب التصوير استانس ان موضوع مخيم ثاني وبرنامج نعطي مسابقه ساندا زين والله العظيم شاكر لكم اللي اعطيتوني مسابقه انا اعطي مسابقه والله العظيم انا ادفع للبرنامج من عندي بس اكون شارك ان شاء الله راي شارك انا رفقتك اني شارك راح يشارك هذا اللي يا يا سندا اسمعنا سندا يا ليت سندا نجينا بس سندا عقب ما يشاركون يا خوي سعيد على ما اجيب حمد على ما اجيب سندا راح نجهز موضوع لا بخليهم يتنافسون الاثنين يلا تم يلا لا بس المطوع اللي قبل شوي انا قلت يمكن قشيشين او معلمين انا ما بعد طلبتك في حياتي لان اخوي اللي قبل شوي مسكين قطتين ما وصلت عسى ما شر لا ابو هادي سلامي والله عليك هادي راي الاولمبيات راي الاولمبيات ابو هادي قبل انا قلت لهم سندا مو قايل لي لا بس وانا اعرفك انت رجال يعني انت ما تحب الظهور الاعلامي واجد حمد بنخلي البدايه عند ابو غانم اسمع الجمهور ايش يقولون يقول ابشر بسعدك ابو سعيد يوم قلت صندق قال عسى ما شاء سلامي والله عليك طيب ايش طبيعي ها رجال جاي فاتن يحسب اني ابغيت فزعه ولا شيء مرحبا ام السلام مرحبا ام السلام مرحبا تعال تفتر تعال كاميرا هذا اللي طبعا صندق اسم الحركي نعم لكن اعطي الاسم والتليفون راشد محمد بن سندال عذبه المري ونعم تدري هذا وانا جاي على الطريق قال لي سنه 95 طلعت في اكبر جائزه مع ايمن جاده على مفتاح السياره نوجه له تحيه مديرها الكبير ايمن جاده قلت قال اعطوني لعبه اللي حديدها افككها قال صار لي سنه ونص وانا العبها في البيت لعبتي المفضله قال في برنامج لا فككتها ولا فزت بالسياره تبغى يفوز علي بالسهم ربكه يبطي زين هذا السهم الحين جبنا الربع وغانم ازعجنا يا اخي لا ما تر لا ما تقطها كذا لا تسوي له كذا فالحين بيشوف نياته بنخليه الحين قدامك الان وبنخليه هو اللي يقط قبل وعقب انت الثاني يلا تفضل ابو غانم ايه سلامي والله عليك جو 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 سلاحك معك لحظه يلا يلا ابو غانم ثنتين لحظه ثنتين لحظه باقي واحده بعد هذه معها ريشتها معها ريشتها الظهر طاح لا هذه ريشتها فاتت ثنتين تبغي واحده بعد ها في ثاني طاحت تحت التراب الظاهر ما غلطان زين مالي حمد يلا لا خلاص تعال بمشي في ذي تعال كل واحد منكم ثلاث يلا عط كل واحد ثلاث رميات يلا ثلاث رميات يلا وسجلها يلا لا خل هذه شبيري شبيري اذا بنشرت واحده عندنا واحده ثلاث يلا سبعتهم سبع ابيها في النص يلا ابو غالب يلا ابو غالب يلا يلا هذا الخط ايوه يلا هو تقدمت لا 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 ارجع 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 الخط 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 انا جايب انا جايب شندل هذا خط يا حبيبي ايه غش شوي ايه برا برا يلا في الطوفه في الطوفه في الطوفه انا اقول لك في الطوفه في الطوفه لا وراها واحده برا يا حبيبي برا يلا يلا في الطوفه سعيدكم في الطوفه برا بعد برا يلا الثالث يلا في الطوفه ها كلها برا يا حبيبي يا سندا وين التوجيهات؟ الهواء ضدي وين التوجيهات؟ تعال سندا راس تعال تعال يا راس عليك رفقة ترمي وانت ما عليك منه انا اوجهك شوف انا ما فزت السيارة مالي 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 عادي فوقها يلا ترى الهواء مالي خلو ركز 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 عليك منه ركز الهواء عليك الله اقبض الرجال الهواء اقبض الرجال الهواء يا ولد اقوى يمين اقوى يسار يسار يا سلام عليك قريب مالي لا لا صاد لا لا صور صور هذه طارت الريشه طارت الريشه صاد الريشه طارت صاد لا لا الريشه لا موجود لا لا تنعاد 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 يلا بعد واحد يلا فوق خله منه خله فوق بعد واحد باقي لك رميه غير هذه
باقي لك مره العبها ترى هو يلعبها اول مره بعد باقي له واحده باقي له واحده لا جاب واحده جاب واحده جاب واحده على الاقل على الاقل جاب واحده يلعبها يلعبها هنا في المحل اللي عنده يلا هذا يلا يلا هذا اخر واحده لك اخر واحده شبر الرحمن شبر الرحمن شبر الرحمن راشد راشد بعدي كفو والله يستاهل يا اخوي انا ما اشجع واحد الا يفوز يستاهل كم جاب جاب سبعه سبعه ما شاء الله كان عليه سبعه قالوها من ضحك على خير مسلم يستاهل امسك امسك هذا انا يستاهل مخلاه انا اجيبها له يستاهل يستاهل شفت ما دعيتك الا الخير ان شاء الله يستاهل والحبيب هذا ما فاز انت تحب التحدي سلام يا اخي تحدي بالبيت تحب روح التحدي ترى اشوف الحسد طاهر من عينه صبر صبر لبس 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 المخلاه وانت اعطيته لعبها كذا مره انا اعترفت انها اول مره اول مره لا مو اول مره طالع معي من جاد وجاي من برا احنا شباب معنا اتصال الان ناخذه بيض الله وجهك يا راشد وهذه جائزه تستاهل المخلاه واقول لك الف مبروك الف مبروك تستاهل الجائزه يا شنده طبعا عباره عن قطره شال مشباح ساعه كلها مقدمه من جوهرات المفتاح كشمير الشال اسلم عليكم بدايه واشارككم البرنامج الله يطول عمرك وتشرف الله يحييك وابرك الساعات حياك كل يوم احنا موجودين وهذا محلنا ثابت في كتارة تاكد ما حد خسران اليوم شوفكم هو تستاهلون المبروك المبروك تستاهلون طبعا معنا اتصال سوترنا قبل شوي وناخذ الاتصال ونقول مساء الخير تعال 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 هيا مرحبا الو مرحبا مرحبا هلا اختي مو معنا مو معنا نورة مرحبا نورة منين تكلمين نورة خور منين يا نورة؟ الخور مرحبا بكم يا أهل الخور، إيش حابة تقولين لأهل سهل قطر في اليوم الوطني؟ كل عام وهم بخير والله يديم الأمن والأمان على دولتنا اللهم آمين يا رب العالمين كنترول جاهز السؤال حق نورة أعطني الكنترول نقرأ لك السؤال ترى سعيد ما يشوف شوفه ردي أعطني في الليل يا رب أسأل اذكر الله يا الحبيب أقول شوفه ردي شوفه ردي ما يشوف هو يتحرش يلا اقرا ابو عجل هو يتحرش يلا خنخ اقرا ابو عجل يقول لك ما هي اللعبه الشعبيه التي كانت تمارس في الليالي القمريه في البيض وتستخدم فيها في العظام ها عرفتيها نوره ما هي اللعبه الشعبيه التي كانت تمارس في الليالي القمريه وتستخدم فيها العظام اختيارات ولا تجاوبين على طول اختيارات اختيارات تستخدم فيها العظام تصير 2000 ريال 2000 ريال جائزه نختار الاول حمد عظيم شرى عنبر هد هدوا المسلسل هد المسلسل منطقك ما من نضربك اي منطقك منطقك اختار اي واحده هد المسلسل عظيم وش قالت ايش قلتي واه بسرعه راح الوقت بسرعه واحد عظيم شرى واحد ولا هدوا المسلسل ولا منطقك عظيم شرى قالت قالت تستاهل 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 يستاهلوها الخور الف الف مبروك يستاهلوها الخور اختي نوره من الخور في استماعنا بجائزه مقدمه اسمها فيها من تمسك قطر ب 2000 ريال هذا عقب ما اخذت الاحتمالات وش اللي عندنا جاهز الان لعبه لعبه هي ظهر اسمها رين ولا لا انا كان الاول صفاري نبغي واحد فيه حيل يضرب هذا بولينج شعبي بولينج شعبي تدري من الاساس في البدايه يوم هالبولينج شافوا اللعبه ذي بناء عليه سووها كرة البولينج لا تحذفها وتطيح على صبة الدنيا دي زين طبعا هذه اللعبة جاهزة قدامنا حي ذا الشوف جاهزة صوروها صوروها خلنا الناس يشوفون زين نختار بس فيها اثنين فيها شيء هي زين نختار يحطون قواطي مصدقين نختار اثنين ها اختار اثنين اختار اخترنا الشباب اخترنا شيء ناخذ واحد وبقطرة بيضاء وين قطرة بيضاء؟ مو بشيبة هذا صار مني ومنك لا ما شاء الله كات تبارك الرحمن زين اعطني يا مرحبا مرحبا اعطني اختار لحظة لحظة خلي عشان بقطرة حمراء تعال مجكيت حياك تعال عرفت اللعبة ولا ما عرفتوها حياك يقولي بالله عرفتها تعال عرفنا بس تعال من هادي من اللي منكم اسمه هادي سلامي والله عليك هادي هادي وادي يقول لك اسمك تون ما اسمع عبد الله بن حيض النابت ونعم النابت يبيك تفوز اليوم هادي ها ابي عزاوي اصبر اصبر ابو عجان اصبر خلني اعرف الرجال اللي عندي عرف هذه من عامر الهادي كفو يا محلي انا النابتي فايز تفوز ها النابتي فايز الله كريم جعلهم يفوزون انا بالهادي انا عندي اخوي اليوم هو اللي فايز وانا عندي اخوي اليوم هو اللي بيفوز يلا تم خلينا نشوف يلا تم تعال حياك طبعا طريقتها كيف تروح عرفتها حمد ها قوه كانت تدري عليها لا كم الخطوه شوف ابو عجان انت احسب 10 10 وانا بحسب 10 يلا
يلا. واحد اثنين واحد. ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة. تعال هنا والله نجي هنا. الله تعال 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 والله نجي هنا. هذا اللي عندي. هذه زينة. ها أجل خلاص خوي يجي هنا. ها يلا قصرت عليك الخطوة زين خلاص. يلا تم تم. تعال هنا بس تعال. أول شيء يرمي. يلا عبد الله يا عبد الله اصبر. عبد الله يا عبد الله للرجال يتقدم علينا الاول. اذا تقدم الاول شاف رمياته شوف ايش قايله عشان لا 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 سمعتونا؟ اي سمعناك. إيه انتم كوركم عندكم احنا كورنا بنرجع. سمعنا الخطه. سمعنا ما في خطه هلو. ما في خطه ما هنا خطه كلهم يلا. واحد هذه ثلاث كور وبيك من اول كوره تطرح لي اياها كلها. نقول للمشاهدين طبعا اذا بقت لا لا شفت القواطي ذي ابيك تطرحها لي على قدر المستطاع. لك ثلاث كور ولك ثلاث محاولات. إذا طرحتهم كلهم أنت فايز. طبعًا بنشوف القواطي اللي عند هادي. إذا بقت قواطي واقفة بنحسبها كم قوطي واللي ثابتة محلها أكثر من الثاني هو الخسران. القواطي اللي تبقى على واقفة. واقفة. إيه. اللي منهم نش قواطيتها أقل. اللي حلوة قواطيتها دي عجبت. إيه؟ أنا قواطيتها دي عجبت. عدها ثلاث مرات. زين. نبتدي. يلا جاهزين. حنا كورنا ما هي عندنا. أنتوا بدو الأول. يلا. يلا واحد خلص ما في اثنين ثلاثة. عبد الله ركز. لا لا عبد الله. لا يا عبد الله تلعبه بولي كذا 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 حذف. لا لا اي اي عندك اياه. اي وراك مصورين ورا القواطي مصورين. وخر وخر. لا عبد الله تعال تعال دونك تعال دونك كذا ركز ركز يصير حذف معه. لا ماشي ماشي على خل انتبه. لحظة لحظة والله ما تحذف. لا 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 تعال لا لا تحذف. يلا يلا على طردك على طردك. اي اي بعدي. اوه شو العلم. لحظه لحظه يبقى انك مغلوب. هاي طلبكم طلبه. تم تم تم, تم هادي تم. بس واحده ثانيه. رح رح عطى ثنتين. لا لا ما عليك. لا واحده هذه اخر واحده. رح بشر بالفوز. رح بعدي 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 بعدي. هذا عبد الله هذا اللي باقي الحين بيشوفك يا هادي انت الحين. يلا لا ترى بقول لك شيء. اخواننا اللي صففوا القواطيه ما صففوا عاد. الله وكيل عن الذمه. تعال شوف. من عدها عقب. تعال تعال خله خله صبر. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 حط علي رقم 10 ما تفوز. لا لا ما في شيء منها 10 هناك في المعيد. يلا تعال رامي. اسمع يا وي انت كاشخ يا ولد. لا ايش الجو ذي. تعصب شو الرجال شو مسوي. اي بعدي. اي ها عض شاربك كذا. اي يلا واحده راحت. عبد الله فايز. ما في خير غيره. عض شارب. عبد الله فايز. حط عبد الله فايز. عبد الله فايز. صبر خلنا نقول ها. خادر. إذا الله أراد. شو كذا؟ إذا الله أراد. إذا الله أراد. فايزين. 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 هذه الثانية. حمد. هذه الثالثة. ترى له واحدة مثل اللي خويك. ما يصير. احذف احذف. يلا روحت. اللي رفق قال لك واحدة. حذف بدالك. أنا عبد الله فايز الحين. ها؟ اخيك وش عبد الله. عبد الله فايز عندي لحد على هونك. عبد الله فايز. عبد الله ها عليك اطلب منك طلب. هي تحذيله بيعه. ارجع راي واشتعل خب مستن. يلا مستن ولا تطيح بعد ولدي. معوض خير. حمد 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 والله ما طيح له واحده. خلاص لا تم تم. طبعا اللي فاز معنا اللي فاز معنا اخوي عبد الله. ونقول لك حظ ظفر هادي ومعوض خير فيه. فحصنت على عيونك؟ ايه تعال تعال تعال. فحصت على عيونك؟ ايه مره فحص. ايه تدخل السحب ان شاء الله وبتفوز بجائزه اخر من جائزه ان شاء الله 3000 ريال مقدمه تلفزيون قطر. ان شاء الله الله يوفقكم ويوفقكم. مشكور تستاهل تستاهل. نقول الف مبروك يا عبد الله تستاهل. ايه وكسبنا التحدي صح ولا لا؟ شفت لكم ابو حظين عشان تدري بس انا راح اجيب لكم مخلاه. اعطي مخلاه اعطي مخلاه يستاهل عبد الله يستاهله. ونقول مخلاه طبعا مثل ما ذكرنا لكم مشاهدينا الكرام فيها شال كشميريه ومقدم محل الشال الكشميري وفيها مجوهرات المفتاح وفيها من جزيره العطور والصالون الازرق وفيها من البدع للسيوف. انت دارين ذي اشغلتنا؟ تشوف جزاك الله خير تستاهلها. اعطيها جزله من التلفزيون بيض الله وجيههم وتستاهل عبد الله. تستاهل يلا بيض الله وجهك على المشاركه على الحضور. خلصنا ها حمد خلصنا ها وجهك وجهك على كل حال. زين ايش رايك؟ اجل ام الربيان. اسمع الربيان. اسمع ايش رايك؟ قال الربيان ام الربيان. ايش رايك بشرطي؟ وش؟ الجمهور والمواطنين كلهم مشتاقين نسمع عمل وطني. تكفى نعيش اجواء وطنيه. وطولنا عليك انت نبي نسمعها. سمعنا.
سمعنا صح. عد ملاحي. عد ملاحي برق سرى خيلت بخياله. عد ملاحي برق سرى خيلت بخياله. عد ملاحي اللي يعرف يلعب اللي يعرف يلعب اللي يعرف يلعب يدي يده. تعال شرب الخير ما انت رايح الا محمد المخالي. تعال حياك منك. تعال من جنبي. تعال من جنبي. تعال حياك. تعال صف. خلينا نقول حق الجمهور ناخذ بريك فاصل وراجعين لكم. قل لهم فاصل وناصر. سلام عليك. سلام عليك مره ثانيه. فاصل وناصر. سلام عليك. ترى للعلم هذا شاعر بعد. نعم وتشرف Thank you.
رجل. اختار الثاني. ها؟ اختار الثاني. شفنا 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 واحد من الشباب. واحد من الشباب واحد من الشباب طلعنا على الهواء. في واحد عليه تذكره لي. ايوه. ذكر. ايه زين. احنا عندنا مسابقة اليوم فيها تحدي. تحدي. يبغى لها سواقة. ويبيها رجال باخص في التراب وباخص في الرملة وباخص في الروحات العديد وفي سيلين لأنها يبيلها صراحة خبرة. لكن خلينا ناخذهم وعقب نشرح لكم المسابقة. توكل بالله. ماشي؟ توكل بالله. زين في عندي قرناس سعود هنا قاعد اتذكر انه هو يسوق مضبوط مو راي مرمي لا مو راي مرمي. خليني اجي. انت اختار واحد. يلا. وانا بختار واحد. يلا. ولا تهون هاك معي. زين هذا. حياك. حياك عطنا الرجال اللي في النص بعد. شبه. ناخذ اثنين احنا. اثنين؟ اي يلا. يلا. تعال لو سمحت يوم تفكر فيش بلاك قم اي انت لا لا انت انت اي 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 راح ترى ناخذ لنا واحد متسابقين ناخذ واحد ترى نبغي واحد اختاره انت ابو عجل لا انا اخترت انت اخترت ايه والرجال ظل كلهم ونعم فيهم والله والله ما ودنا نتعدى واحد نبي لنا واحد سواق نبغي واحد سواق اه والله انت كشختك كشخه سيتي سنتر يا اخوي قم 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 تعال قم حياك يلا بنروح نتمشى في كوفي هنا بنت قهوة حياك حياك يلا خليك والم ها اي بطل الزرار انا عندي احساس الرجال ذا بيفوز اي بطل جاكيت انا رجال العب عندي خبرة هنا زين تعرفنا باسمك سعيد بن سالم السنيد سعيد بن سالم السنيد يا سلام مو نعم واسمك ولا تهون وانا محسورين في حيد المري مو نعم مو نعم حياك انتوا الحين ما انتوا مدارين رايحين كذا سلام يقول معك سلام والله عليك خلنا نوقف هنا زين خلينا نقول شجع الريان انا بختار الابيض لا لا معني معني اي الابيض دارها اشبك لا لا ما عليك من هيني غالبه البارحه وانا اللي اسوق الحمراء ما عليه شوف محسن سيارتك صفطت لك الموتر ترى فيها هيدر ايه موتر مخابره بس ايه الموتر ذا انا بخصه البارحه مجربه الموتر ذا ما يغرز الموتر ذا مقلوع يدعم البيبات ايه. جاهل عمرك طويل جنبينات كينج خالد الغافري عندنا قبل معلش معلش لا 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 شوف هو رجال راح يفوز اسمعني بامكانك تلحق سيارتك لا انشتغل اندامك كذا كاشخ ابشرك ما انت فايز اسمع والله اني صادق اذا مشيت السياره شوف لازم تدخل بين المسابقه هذه العمدان لحظه اسمع بشكل عام ترى ايه تعال حمد لبيك بشكل عام خليني اشرح الجمهور مره ثانيه طبعا طبعا للجمهور هاي سيارتين طبعا نبيه يمر على الحواجز الموجوده من يمين ومن يسار من يمين ومن يسار ليه اسمع 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 الشرح اسمع الشرح خلنا منك لا لا ما يرجع بس اللي وصلت على الخضر هذا خلاص هو اللي فايز وانت ممكن تتبع موترك تمشي وراه عاد ما توقف تتبع موترك لين توصل وعجال الخضر يلا اخواننا ما بعد شاقوا السيارات هذه لازم نعطيهم تست ما ياخذ خليه ياخذ له ايه ايوه ايه يلا اوكي نعطيهم تست لازم نعطيهم تست خليه يوصل ويرجع مره ثانيه لو يعرفون شلون يضغط الريس شلون يلف قويه هي ها يعني تاخذ التاير اللي هناك الخضر تعود علينا مره ثانيه يعني تاخذ بس ممكن تمشي معه شغل السياره جاهز عندك صبر هذا الريس هذا الريس شوف هذا الريس وهذا اللي يفره يمين ويسار شفت هذا الريس وهذا اللي يفره يمين ويسار لحظه لحظه لا تحرك لا تحرك ايش فلاك انت يا حبيب انا ما ادري هذا يفر يمين ويسار زين يلا يا خلنا ناخذ خليهم ياخذون لفه لا لا جاهزين زين شوف تدخل من بين الحواجز الى ان توصل الدوار تاخذ الدوار وتعود وإذا انطلقت السيارة امشي وراها يلا يلا روح 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 يلا حرك 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 روح روح انطلق 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 دزها 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 بيدك دزها بيدك يلا دزها روح روح يلا روح روح لا تعدى الحاجز روح يلا يا محسن بعدي روح يمين محسن اي بعدي يا محسن بعدي شر بعدي يا محسن روح يا محسن روح يشار يشار رجال دعم رجال دعم روح شيد 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 روح للدوار عدل يا محسن عود عود محسن عدل روح 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 لا تدعم لا تدعم روح عود وراك عود عود وراك يا محسن تكفى روح لا 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 استبعد 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 لا 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 عادي استبعد عادي استبعد عادي لا لا مستبعد مستبعد روح روح رجال استبعدوه روح يا محسن رجال استبعدوه لا لا ما استبعدوه والله استبعد هذا قانونها والله روح روح لجنة التحكيم موجودة روح امشي امشي قطع الخط بس 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 سلام غبرت علينا ها ها وين الرجال وصل قبل لا لا انا ما لعبت انا لعبت تست لعب على تست حنا عندنا ناس جينا توجيهات لعبنا على تست ما لعبتها في فريق تحكيم
خلاص نعيد مرة ثانية. أنا أقول فاصل مرة ثانية. يلا هذا من حظ أوكي. من حظ محسن. اسمع أنت من حظك حظك قش على الجبال. لا ما عليه. إيه ولجنة التحكيم. لا لا. لجنة التحكيم. ما عليه. أنا عليه جابر جابر شابتين. أنا مضبط على لجنة التحكيم. إيه بالله ما محتاج. لنا فوز إني ثاني قال هراد. يعيدون لك. لنا فوز. سيارتك هشبك. تسمع الكلام؟ هشبك. خلاص. بعدين رد السيارة ردها. يلا يلا ما حطها كده بعدين. والله يشكرك يا سعيد. يلا. يلا واحد اثنين ثلاثة روح 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 لا 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 ارجع عود 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 اللي نجي من ورا الحاجز ده والله اقدر انك مغلوب عادي عادي عود شش شش طلع طلع سيارتك طلعها عادي روح روح يا محسن روح يا محسن روح يا محسن روح يا امريتك كاشخ ما ادري احس الظاهر انت فايش روح يمين 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 روح يا محسن روح لا لا دوار دوار خذ دوار يا محسن ما خذ الدوار روح يشار يشار ايوه يمين يمين روح الدوار روح الدوار بشرك غلط ارجع يا محسن افزع السيارة افزع يا محسن بسرعة اكسب الرجال يلا يلا خليه ياخذ اللفه محسن محسن بعدي تكفى تكفى بعدي اشار ايه بعدي بعدي روح روح حرك يا محسن روح روح سيده سيده اشار سيده سيده يا يتخاف بعدي بشرك الفايز فايز افتح السياره افتح لها عدي مله روح روح بعدي مين لا 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 عود روح 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 يستاهل 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 حمد حمد بس 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 خليه يعبر عن مشاعره يا اخي ايش عليك منه بس 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 معك رساله من الخارج يقول لك ليش انك مسحوب الله يقلك طبعا عدها العب محسن قال انا بتحدى وانا كنت اخذ بس تجربه وفاز وهو يستاهل على كلامه قال تستاهل اي لا وتستاهل تستاهل المخلاه واجبك اياها لا تنس دقيقه اجيبك المخلاه انا قد علمتك انك ابو حظين من اول ما جات فكره البرنامج قايل لك العب على الخبره تلعب على الخبره هي ما في خبره لا خبره اعطيه اياها خبره اقول لكم ها شاهدتوا بسجل باسمك فرق شاهين ان شاء الله إيه لجنة التحكيم وش يسوي تقبل يستاهل يستاهل محسن مخلاه مقدمة تلفزيون قطر فيها طبعا قطرة شال عشان اخويك اللي فاز عرف بالجائزة لو سمحت الجائزة فيها قطرة شال لا لا بطلها نشوف بطل شال على خش على خش رايح تعسرني يعني ها لا والله الرجال هذا من اول الحضور اللي جاوا هنا ويستاهل كل خير خلينا نقول ابغى اشوف هديته ربها قطعة صوف شلونها بصرة هو كيف حق نعم شاهد الكاميرا قطعة صوف وساعة مقدمة جوالات المفتاح ومن طبعا من اسف البدع للسيوف افتر ايوه ومن الصالون الازرق يقول بيض الله وجيكم صراحة على الهدية وتستاهل تستاهل 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 الف الف مبروك تستاهل عمرك عوض. تستاهل عوض تستاهل عوض معوض ان شاء الله تأكد ان شاء الله ما انت بخسران وقال الف مبروك تستاهل لا انت الله يحفظك انت انت لو انك مبطل ازرار جاكيتك كان بس لا في 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 الله يبيض وجهك على مشاركة لا لا خلا خلا خلاص والله لهين لا لا ما كفي العبالة لا لا شكرا صبر صبر طبعا نذكر أنت يوم يوم أنت فرع على السيارة لي تعال تعال لحظة حمد أنا غلط رجع موجودة كلها في يوم الكهربان نعم لوال الكهربان يقول بيض الله وجهكم صراحة على الدعم كل المخالفة من سابيح شين جو جو هنا واحد يتفرع على المسابقة عندنا برنامج لحظة لحظة يا سيد سيد لا خلاص لا خذ راحتك عاد باقي عندنا ابشر بسعدك تكفى فكنا عليك لا شوي 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 فكنا عليك تكفى شوي ما عندك مشكلة بعاونك والله فيك الله لا تروح ابو البرنامج لا تروح ابو البرنامج تعال تعال طبعا في اتصال كنترول اتصال ناخذ اتصال مع الجمهور حمد انا اللي اقول الو ايه قل الو مرحبا عندك اتصال مرحبا يعطيك العافية الله يعافيك مرحبا ومسهلا مرحبا فيك شيخ شخباركم الله يطول عمرك يعطيكم العافية ما قصرتوا الله يعافيك سلمك من وين من وين الله يرحم والديك بن عمران مرحبا بهالبن عمران وصفي لنا وصفي لنا مشاعركم فرحتكم باليوم الوطني تجهيزاتكم اليوم الوطني والله وشي. فرحتنا ما توصف لها اليوم واحنا ننتظر هاليوم بفارغ الصبر يا مرحبا يا مرحبا جاهزة للفوز معنا في المسابقة ان شاء الله زين ايش رايك في البرنامج والله ما شاء الله زين ايش رايك في حظ سعيد حظه طيب ان شاء الله والله حظه ده العمر طويل ان شاء الله ان شاء الله الناس فايزه معانا مسابقتنا من البدايه ان شاء الله يا رب اذا اول سؤال حلتيه من غير احتمالات بتفوزين باذن الله تعالى سالتها ايش اسمها 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 اسيل 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 من ما يشوف لا لا اسيا 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 اذا حليت السؤال على طول 3000 ريال اذا باحتمالات ب 2000 ريال ان شاء الله من غير احتمالات ان شاء الله سهل ان شاء الله عطنا الكنترول السؤال كم عدد حطب الكيرم في لعبة الكيرم؟ سهل
كم عدد حطب الكيرم في لعبة الكيرم؟ وباقي 8 ثواني، 7 ثواني، 5 ثواني. كم عدد حطب الكيرم؟ تبين احتمالات؟ ثمانية. لا لا، تبين احتمالات؟ قول يبي احتمالات. قول احتمالات. عطوها احتمالات. 18. كفو، قالت 18. والله قالت. أنت بغششها؟ لا ما غششها. 18 قالت. عادي كفو. تستاهل. عادي تستاهل. جايزتها. طبعاً. جايزتها 2000 ريال بعد الاحتمالات. أكيد نقولها ألف مبروك، تستاهلين اختي آسيا من الدوحة من فريق بن عمران. تستاهلين اختي. ألف مبروك. الوقت داهمنا. ليش حد بقى وقت؟ باقي اتصال. باقي. اتصال. قل ألو، قل ألو. مرحبا. ألو. ليش الواحد لما يسمع اتصال يقول ألو؟ سبحان الله. لا 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 قصة. عليك السلام والرحمة. مساكم الله بالخير. نور العافية. من معانا؟ معاكم فيصل. أم فيصل؟ أم فيصل؟ إي نعم. ونعم. منين تكلمي من الدوحة أم فيصل؟ من الضعاين أخوي. مرحبا بكم يا أهل الضعاين. أهل الضعاين. إيش حابة تقولين لهالقطر في اليوم الوطني يا أم فيصل؟ والله ما اقول غير عسى الله يديم علينا نعمه الامن والامان يا اللهم رب. امين اللهم امين امين يا رب العالمين. ان شاء الله جاهزه تفوزين معنا فيصل ان شاء الله يا رب. اي ان شاء الله. انا عندي احساس ان شاء الله اني فزت. احتمالات من غير احتمالات. يلا اعطني السؤال. والله في السؤال زين يا كنترول. يلا. ماذا يعني مصطلح يهدم؟ مصطلح يهدم كاتب مصطلح. ايش معناته؟ اسمه مصطلح يهدم. هذا المصطلح ترى عند اهل البحر بالذات. يهدم. أيه. يهدم. آه. أيه صح. أيه. يهدم. يهدم. لا يهدم اللي لا لا يهدم. عرفت. عاد تساعدوني. والله فلان, فلان يقولون فلان هدم راح معنا البحر وهدم. وهو كان متغدي. لا لا هدم. لا لا, لا. هدم. اعطي اعطي احتمالات. اعطي احتمالات. اوكي اعطي احتمالات. يلا اقرب عجان. انا اوخر عشان يقرب عجان بس بطيح عضلي. يلا يلا. ها مصاب بالزهايمر. اقرا. مصاب بدوار البحر. مصاب في 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 صداع. ها مصاب بالزهايمر. مصاب بدوار البحر. مصاب بالصداع. وش يا ام فيصل؟ صداع. لا يا ام فيصل. لا 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 بحر. بحر. راسي وجعني. راسي وجعني. ها دوار البحر. صح صح ام فيصل. تستاهل. تستاهل. الله يعافيك. تستاهلين 2000 ريال. يدور يقول كذا. اتصال بعد ما شاء الله كان ما شاء الله. ها بس ننوه للجمهور اللي يسمعونا خلف الشاشات ويشوفونا ان جوائزهم اليوم الثاني اذا الله اراد بكره تجون في كتاره هنا عندنا. نعم. وعندنا من الاستديو حقنا اللي هو المخلاه وتاخذ من الفلوس كاش طبعا بس اهم شيء تجيب معك البطاقه الشخصيه. ناخذ اتصال. نقول مساء الخير عندك حلو. الو السلام عليكم. الو. عليكم السلام. يا مرحبا. الو. من معي؟ مشاعل. ما اسمع. مشاعل. مرحبا مشاعل. مشاعل مشاعل مشاعل. صح النوم يا مشاعل. صح صحي معنا. تبين تفوزين؟ صح بدنكم. صح صحيين. كفو كفو. من وين يا مشاعل؟ من الوكرة. ونعم بهالوكرة الجنوب. اوصفي لنا المشاعر الفرحة يوم الوطني. ايش فعالياتكم؟ ها ترى متحمس. ايش حابة تقولين في اليوم الوطني؟ ايش حابة تقولين؟ ايش حابة تقولين لهالقطر؟ ايش حابة تقولين؟ والله هنيهم يعني على اليوم. مشاعل جاهزة للفوز معنا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا أعطونا الأسئلة يا أخوان شم. ماذا يعني مصطلح؟ أشوف وين؟ أكرف. 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 لا صح. هذا. إي والله. إي والله. قولي شنو؟ أعطني. إي والله. قولي احتمالات. احتمالات. أكرف. إي إي لا أكرف. إيه. احتمالات. احتمالات. آه. احتمالات. احتمال الطين عشان تفوزين. عشان تفوزين. الإنسان الذي لا يمشي مطلقا. يمشي على بطن رجليه. يمشي على جوانب رجليه. ها مشاعل. يمشي على جوانب رجليه. ها هاي مشاعل. لا تخسرين. الوقت. الإنسان الذي يمشي لا يمشي مطلقا. يمشي على بطن رجليه أو يمشي على جوانب رجليه. الوقت مشاعل. بسرعة. 1 2 3. افا افا. اول واحدة. اول واحد خطأ بعد. وانتهى الوقت. انتهى الوقت مشاعل. هذا خلاص. هذه انت حلت الاول وشوف في البدايه. الف شكر مشاعل. معلش الله خير. الله ينشئ لنا. مستمرين معكم ان شاء الله
وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تكون من الفائزين باذن الله تعالى. بكره شاركوا وانتم وفالكم الفوز يا ربع المتصلين. حضروا اعماركم للمشاركه بسرعه علشان ناخذ باقي الاتصالات. ساعدكم إيه؟ العجل دائما يبشر بالخير. يبشر العجل. العجل بالعكس احيانا يغوي العجل. لا لا ما يغوي. زين شو اللي عندنا كنترول جهزونها لنا بس. ايه يا سلام. هذه لعبتي المفضلة. لعبتي المفضلة. روح يا سعيد شوي. هذه اللعبة سوينا عليها أمس تجربة. سوينا عليها تجربة دار راس بعض الناس. بعض الناس ما ندري من هو اللي دار راس عليها. زين خلينا ناخذ من الخيمة الخضراء اليوم. تعال يا ربع والله ما طلعك الحكم يا الخيمة الخضراء. ما فزت على سعيد إلا بذي. إيه تعال خلينا نشوف. السلام عليكم. السلام. تعال خلينا عطي من عيالنا. تعال نبغى واحد نسونه قوي. تعال تعال عطي. تعال تعال اختار لك واحد ثاني. نبغي واحد. يقول انا مستعد. حياك اللي مستعد. يلا تعال تعال يلا. تعطيني اسمك ولا تهون؟ عبد العزيز ولا جنان؟ تعال تعال جنبي. تعال فيك شده اللعبه فيها نار. فيك شده؟ تعال خلاص في شده الرجال ان شاء الله يفوز. يلا مرحبا كيف الحال؟ يلا تعرف انا باسمك؟ علي عبد الله المري. ونعم علي عبد الله المري. المري زين. تعال هنا. تعال هنا. تعال تعال هنا. تعال حمد انا الصوت الثاني. اسمع تعال اسمع. اللعبة تعرفون وش هي؟ هنا كور. الكور هذه أنت لك الكور الصفراء. أيوة. وهو له الكور البيضاء. أيوة. اللي بيطرحها بينفخ مو باللي يمشيها. لا لا بهواء عشان تخفف عليهم. كورة واحدة. كورة كورة واحد منكم له كورة. إذا شفت الرجال بيدخل الكورة هنا انفخ عليه. لا تخليه يفوز. لا تخليها فاهم؟ نفس ما سويت في بعض الناس البارحة فزت عليه. يلا هذه لك كورة. تعال الزاوية ذيك. صبر خلنا ناخذ الكورة. يلا هذه وانت زاوي لك. خلنا نشيل الكور. خلنا نشيل. تعال هنا. تعال هنا عشان الهواء معك. خلنا نشيل الكور هذه. زاوي ذيك لك. حط لك كوره واحده عبد العزيز. خلنا نشيل. لا لا خليك كوره. تعال تعال. تعال شوف اسمعني الهواء معك منها. اني ما علمتك. حد يدري ها؟ زين؟ ايه ما في لا حد يدري. ترى اسمعك يا اخي. كنترول. يلا يا ابو سعود. كنترول. جاهزين؟ حبيبي عندك كورتين. لا لا انت خليك في كورتك. خليك في كورتك. انفخ في كورتك. حاول تطيح مع الفتحه اللي هنا. ايه ايه بس. يلا جاهزين. ايوه خرب على الرجال. جاهزين. واحد اثنين ثلاثة. يلا عبد العزيز روح. عبد العزيز بارها. عبد العزيز بعدي. عبد العزيز روح. عبد العزيز فاز يا حبيبي. فاز واحد من عندنا. تعال ذبحوا الخروف. ذبحوا الخروف. استاهل. يا مرحبا. استاهل. انا كان في خاطري انها تكون اربع ما ادري ليش. ما شاء الله كان علي. لا سلامي والله عليك. سهله سهله جدا. تستاهل. يقول لك الكل قصيرا حكمه. كفو عليك. سلامي والله عليك. ومعاوض خير عبد العزيز في السحب. سهل. خلنا راح اجيب مخلاتك. انت اول واحد يفوز من عندي. يصير اعطيه مخلاتين؟ حاضرين لك. والله تسلم. يلا على بال ما حمد يعطيه المخلاه. انا اللعبه هذه انا بغير قانونها يا كنترول ويا جمهور. تخليها اربع كور؟ اي لازم اربع كور. عسره اربع كور. عسره صعبه. لا ما يبعش. حط لك ثلاث كور. صعبه. خلصت في ثانيه. لعبت معك البارحه دار علي راسي انا. ترى عليك راس من اربع. لا لا واحده كافيه. واحده كافيه. يلا يلا طبعا مشاهدينا الكرام. من الشباب من الاول وصلنا معكم طبعا الى ختام حلقتنا. لكن مثل ما عودناكم قبل الختام راح يكون هناك في سحب على وان شاء الله انك راح تكون من الفائزين معنا ان شاء الله في السحب. ويطول عمرك. مرحبا. نقول حمد تعال دونك. طبعا للجمهور لهم خمس جوائز مقدمه من التلفزيون. اربع جوائز نقديه بقيمه 3000 ريال. والجائزه الخامسه حمد جائزه عباره عن تجهيز سياره من شركة لافيديو للجلات يجهزونها لبشارات اليوم الوطني. زين جمهور تسمعوني جاهزين؟ يا جمهور جاهزين؟ شوف السحب. كل واحد منكم على كرته. شوف الرقم عنده. بس إذا امكن. شوف الرقم. شوف الأرقام. يلا كنترول. شغلوا لنا أغاني شيء خلنا نحتفل نستانس. شوف أول رقم معنا ب 3000 ريال. أول رقم عندك أبو عجان. 14 3000 ريال. 3000 ريال و1000 ألف مبروك. وين راعي 14؟ رقم 14 وينه؟ موجود يا شباب. رقم 14. أنا ما يجهز نفسه ناخذ رقم ثاني. اعطي رقم ثاني. لازم يكون موجود راعي الله. لازم يكون موجود يشتغل صح. اعطي رقم ثاني كنترول. بعدي بعدي جاهز. خليك يجيك بس اقول لكم حظين. تعال تعال بس. لا خله شوي شوي. خلي السهم الثاني. رقم ثلاثة. يستاهل. رقم ثلاثة. وين رقم ثلاثة؟ بعدي 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 مبروك. عاطني الله عطاك مخله. يلا تستاهل. احسن من المخله. من اول الليل هو يبي مخله. سبحان الله. بعدي 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 ابشر بال 3000. زين عطني رقم ثلاثة. خلي معك 14. يلا ارفع الرقم الكاميرا بس. ارفع الرقم. لا باس عليك ارفع الرقم الكاميرا. يلا
سعيد طلع حظك، طلع حظك اكبر من حظ سعيد. ما شاء الله كان على حظي قبل شوي غششته وساعدته والله. ما شاء الله كان على حظك. اللي بدا بعد اللي طهر رقمك اللي فاز وش اللي احنا فايزين مشارك رونا رقمك رونا رقمك كذا ايه. مشارك من شيء بس روي الجمهور بس هناك هناك بالكاميرا ذيك المولعة احمر. هذا 14 وعندنا ثلاثة باقي ارقام، باقي ثلاث ارقام باقي ثلاث ارقام. هذا الارقام الباقية خليك يلا يلا تخيل يكون سنده يلا. اللي فاز معنا رقم 46 فاز معنا ب 3000 ريال. رقم 46 وين يا 46 والله يرحم 40 يجينا يا رب. معقول ما حد بحافظ رقمه؟ زين والله انه سنده، شكله سنده. يستاهل يستاهل سنده. اعطي الرقم اقول لكم، اعطي الرقم الرابع وتون كنترول رقم 46 بعدي تستاهل طبعا. نوضح للجمهور ترى اللي يختار والله العظيم من الكمبيوتر، ما حد يتدخل. هذا الرقم الرابع. الرقم الرابع عندك ابو عجان 52. رقم 52 ويستاهل. يقول الف مبروك رقم 52. خلنا نجيب هديه الخامس يلا. يا ريت بس تروي الشاشه ولا تون رقمك 52 بعد حياك. واعطي الرقم كنترول، اعطي الرقم الاخير على على السحب الجائزه الخامسه. حمد اذكر لي اياها. الجائزه عباره عن جائزه مقدمه من لا فيديو طبعا يستاهلون الشكر. لا فيديو تجهيز سياره اليوم الوطني كامله. زين تجهيز سياره بشعارات. زين خلينا نشوف الرقم اللي فايز معنا في الجائزه الخامسه. الجائزه الخامسه اعطي رقم ولا تونا كنترول. رقم رقم يا كنترول تسمعني؟ رقم يا كنترول جوائزهم. زين يلا يلا اللي فايز سعيد الحظ اللي معنا 45. اللي فاز 45 رقم 45 رقم 45 يستاهل 45 يستاهل يستاهل. نقول له الف مبروك. الف الف مبروك. اللي فاز 45 لحظه رقم 45 بستيكر السياره منهم من الشباب رقم 45 هذا هو جاء بشربه بعدي مبروك بعدي يستاهل مبروك الف الف مبروك. لا لا تستاهل اللي هو الرقم الاخير 45 ايش بيفوز؟ فاز بتجهيز سياره لليوم الوطني، تجهيز سياره بجلاد صوره تميم المجد تستاهل صوره تستاهل. لدعم تستاهل. طيب ممكن رونا رقمك خلهم يشوفون الجمهور. والله صدق انا عدل هذا عقب لما تخلص كيف كذا يبين 45 اشوف من 4-5 زين. طبعا هذه جائزتك مقدمه من لا فيديو يا ليت تصورونه. يستاهل ادا سعيد بدني يستاهل يستاهل. زين هذا عقب خلاص بكيفكم تصافوا هناك هناك تصافوا. طبعا المشاهدين الكرام وصلنا معكم الى ختام حلقتنا والف شكر للجمهور اللي حضرنا. احنا نبغيكم في شيء تقدم شوي. احنا ان شاء الله ننتظركم بكره باذن الله تعالى بنفس الموعد بس تجون قبل البرنامج، البرنامج الساعه 10 تجون قبل الساعه 9 عشان تاخذون ارقام وعشان يكون في ترتيب في الاستديو. ولنا اللقاء معكم باذن الله تعالى. اللي قد حضر من الشباب وجلس عادي يجيبوك. ابرك الساعات. مرحبا ومسهلا. لا 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 ابرك الساعات. ابرك الساعات. قبل لا تروحون نبغى نطلب منكم شيء. اسمع عطني صوت. عطى الصوت. عطني صوت شغل هنا في الاستديو هنا عندي. تسمعون؟ عطني في الاستديو هنا. عطى في الاستديو. اسمعوا الجمهور يا كنترول. جاهز جيك الصوت. مستطرب. عادي عادي. في طرب. حنا في فرحة وناس. شباب في كشتة. وعدنا بكرة إذا الله أراد إن شاء الله معكم. يا جمهور خلوا أنسوا موعد تنزل المطر. الساعة 10 المساء والجمهور اللي بيحاضر يجينا الساعة 9. تأكدوا احنا بانتظاركم وبيض الله وجيهكم على حضوركم على متابعتكم وتابعونا على حسابات التلفزيون على سناب سناب التلفزيون والانستغرام وسناب شات وتويتر التلفزيون بعد. مرحبا بكم موعدنا بكره بما الله. في امان الله. مع السلامة.